السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم وكيف أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا جميع بخير يا رب العالمين. اليوم طبعا ناخذ نحن من أطفال الرمتة النموذجية من الصف الثاني باء. سوف نأخذ اليوم من مادة اللغة العربية ودرس سوف نتحدث عنه حقه فصل الصيف. بالبداية خلينا يا ماما ننتبه إلى الصور التي أمامنا ونرى ماذا في هذه الصور، ثم نتعرف على ماذا تدل هذه الصور جميعها. هنا عندنا طيور تحلق في السماء، وعندنا هنا شمس ساطعة، طبعا ساطعة يعني حارة بتكون جدا. هنا عندنا أزهار وأشجار وجبال، هنا أناس يقطفون الثمار الناضجة، هنا الدنيا إيش ليل وسهرانين مبسوطون الأهل هنا والمعارف. طبعا كلها بدلنا على وجود شيء فصل هنا، صح؟ فصل يسمى من فصول السنة. طبعا فصول السنة هي أربع فصول: فصل الربيع وفصل الخريف وفصل الصيف والشتاء. يا ترى ماذا يدل هذا الفصل على أي فصل من الفصول؟ هل هي الشتاء؟ طبعا لا. هل هي خريف إذا سقطت الأوراق فيها؟ لا. هل هي الشتاء هل تمطر الأمطار هنا؟ لا، إذن هو فصل الصيف كما ترى هنا شمس حارة ساطعة وحارة. إذن درسنا اليوم يا حلوين اللي هو فصل الصيف، رائع جدا، نقطف فيه الثمار. سوف أقوم بدراسة هذا فصل الصيف. ها قد أقبل علينا الصيف بشمسه الساطعة ونسماته الحارة، فيه تخلو السماء من السحب وتصفو بزرقتها كالبحر، وتحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالدفء والطمأنينة والطعام الوفير. ونستفيد في الصيف من العطلة المدرسية فيما ينفعنا، ونلتقي أهلنا ومعارفنا، وتكون لنا مع موسم القطاف وسلاله العامرة قصص وحكايات، لأنه فصل الخير والعطاء، فيه نجمع الثمر ويطيب لنا السهر في ضوء القمر. الآن حبايبي سأقوم بقراءة الدرس قراءة معبرة إن شاء الله. فصل الصيف. ها قد أقبل علينا الصيف بشمسه الساطعة ونسماته الحارة، فيه تخلو السماء من السحب وتصفو بزرقتها كالبحر، وتحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالدفء والطمأنينة والطعام الوفير. ونستفيد في الصيف من العطلة المدرسية فيما ينفعنا، ونلتقي أهلنا ومعارفنا، وتكون لنا مع موسم القطاف وسلاله العامرة قصص وحكايات، لأنه فصل الخير والعطاء، فيه نجمع الثمر ويطيب لنا السهر في ضوء القمر. والآن حبابي سأقوم بقراءة التفسير إن شاء الله. فصل الصيف. عنوان الدرس طبعا هو فصل الصيف. فصل الصيف. فصل هو اسم مفرد يمكن أن نجمع يصبح فصول، والصيف وهو فصل من فصول السنة الأربعة التي نعرف، واللي هي فصل الخريف الشتاء الربيع، وهو هذا الفصل هو الصيف. سوف نرى الآن ما هو فصل الصيف. ها قد أقبل. ها قد أقبل. أقبل يا ماما فعل ماضي بمعنى جاء، بمعنى جاء، وإعرابها فعل ماضي. علينا الصيف بشمسه الساطعة، شمسه بحرف جر وشمسه اسم مجرور، الساطعة بمعنى القوية، ونسماته الحارة. طبعا الحارة ما معنى الحار أو ما عكس الحارة اللي هي الباردة. طبعا في فصل الصيف ماذا كيف تكون
الصيف بكون شمس فيه ساطعة جدا ونسماته حارة جدا على أجسامنا، عكس الحارة طبعا يا ماما الباردة. والأل القمرية هنا، القمرية تكتب وتلفظ، هنا كلمة تخلو بما عكس تخلو هي تمتلئ، السماء اللي هي الشمسية تكتب ولا تلفظ من حرف جر، والسحبي إيش اسم مجرور، السحبي يعني الغيوم، وتصفو فعل مضارع بزرقتها به حرف جر وزرقتها اسم مجرور كالبحر. القمري هنا البحر هو اسم مفرد يمكن نصير جمع بكلمة نجمعها تصبح البحار. وتحلق بمعنى إمام معناها تطير، ما معنى تحلق معناها تطير؟ أسراب، ما معنى أسراب هنا؟ جماعات، إذا تحلق جماعات يعني بتطير جماعات من الطيور، الطيور هي جمع لمفرد طير، وهي ضمير كما أخذناه سابقا، هي ضمير للغائب المفرد أخذناه سابقا وتعرفنا عليه، وبمعنى تنعم هي فعل مضارع به حرف جر والدفء اسم مجرور. وعكس الدفء يا ماما معناها البرودة أو البرد. والطمأنينة بمعنى الأمن، ما معنى الطمأنينة هنا؟ الأمن هنا عندك الشمسية تكتب ولا تلفظ، والطعام هنا كمان الشمسية تكتب ولا تلفظ. الوفير بمعنى الكثير يا ماما، معنى الوفير هنا الكثير، هنا عندك القمرية ولا الشمسية، طبعا القمرية تكتب وتلفظ عليها سكون. وهنا كلمة نستفيد، نستفيد بمعنى ننتفع، ما معنى نستفيد؟ بمعنى ننتفع، في حرف جر والصيف اسم مجرور، والصيف هنا فيها الشمسية تكتب ولا تلفظ، من حرف جر والعطلة اسم مجرور تنتهي بالتاء المربوطة كما نرى هنا، والأل هنا القمرية تكتب وتلفظ عليها سكون، والمدرسية كالمثل تكتب وتلفظ عليها سكون القمرية في حرف جر. ونلتقي هنا نلتقي فعل مضارع، أهلنا ما معنى أهلنا هنا؟ أهلنا بمعنى أقاربنا اللي هو الماما وبابا والعم والخالة والجدة، بتعرفوا أقاربكم جميعهم بنسميها أهلنا، ومعارفنا اللي بتعرفوهم أهلنا. الآ هنا همزة قطع عليها همزة شايفينها يا ماما في بداية الكلمة. وتكون لنا مع موسمي، ما معنى موسمي هنا يا ماما؟ معنى موسمي فصل، ما معنى موسمي؟ فصل. القطاف هذا الفصل هو الصيف، يسمى فصل القطاف لماذا؟ لأنه القطاف بمعنى ما قطف من الثمار، يعني من قطف فيها الثمار بتكون ناضجة، وبقطف فيها الثمار المزارعين في هذا الموسم. وسلاله العامرة، ما معنى العامرة؟ يعني المليئة، سلاله العامرة يعني إيش؟ المليئة. وهنا القمرية كما ترى هنا القمرية. قصص، قصص جمع لكلمة قصة أو اسم قصة، قصة مفرد وقصص جمع لمفرد، هي هنا قصة، قصص هو جمع تكسير لأنه ليس له قاعدة معينة فيها آخر لا آت ولا أن، نسميها جمع تكسير تتكسر الكلمة جميعها. وحكايات، حكايات هنا كمان جمع لكنه جمع مؤنث ينتهي بآت لأنه مؤنث، حكاية تاء مربوطة بتكون في نهاية الحكاية إذا هي مؤنث، وجمعها حكايات اللي هي جمع مؤنث سالم لأنه فصل الخير، الخير ماما الخير اللي هي القمرية تكتب وتلفظ عليها سكون. وعكس الخير يا ماما الشر. والعطاء كمان هون شمس قمرية تكتب وتلفظ عليها سكون، نجمة فعل مضارع، الثمر تعرف النجمة الثمر، ثمر الشمسية تكتب وتلفظ لا تلفظ، تكتب ولا تلفظ شمسية. ويطيب، ما معنى يطيب؟ يعني يحلو، معناها يحلو ولكن وهي إعرابها هي مضارع، مضارع مرفوع هي بالضمة أنا ما سبق ولا أن ولا لم، إذا هو فعل مضارع مرفوع. السهر اللي هي الشمسية تكتب ولا تلفظ في حرف جر، وضوء اسم مجرور، اسم مجرور القمر، القمر يا ماما القمرية تكتب وتلفظ عليها سكون. طبعا عرفتوا انه فصل الصيف له، تعرفنا انه هنا انه فصل الصيف هو يكون حار جدا
ونسماته حتى حارة، لأنه بتكون الشمس فيه ساطعة جدا، وما فيهوش تخلو، ما في سحب زي الشتاء، بيكون في سحاب يعني غيوم بالسماء، بتكون صافية زرقاء كالبحر. لون البحر لما تطلع عليه شو بيكون لونه؟ زي زرقاء بسبب صفاء السماء. طبعا في هذا الفصل الطيور بتكون مغردة ومحلقة ومبسوطة، بتاكل وبتشرب من أي مكان، لأن بيكون فصل الصيف الناس كلها مبسوطة وبتقطف الثمار. إذا هذا فصل كمان يسموه فصل القطاف، لأن الثمار تنضج في هذا الفصل، ويسموه فصل القطاف. يعني حبايبي سوف نذهب إلى الأسئلة لدرس فصل الصيفي، هيا نقرأ السؤال الأول ونتعرف ماذا يريد هذا السؤال. 1. كيف تكون السماء في فصل الصيف؟ تذكروا، كيف تكون السماء في فصل الصيف؟ نعم، تخلو من السحب. تكون السماء في فصل الصيف خالية من السحب. إذن كيف تكون السماء في فصل الصيف؟ تخلو من السحب. طيب السؤال الثاني، ماذا تفعل أسراب الطيور؟ ماذا تفعل أسراب الطيور؟ تحلق في السماء وهي تنعم بالدفء والطمأنينة والطعام الوفير. أحسنتم. نأتي إلى السؤال الثالث، ما أهمية العطلة المدرسية في الصيف؟ نلتقي أهلنا ومعارفنا. أحسنتم يا أبطال. 4. لماذا يعد فصل الصيف فصل الخير؟ لماذا يعد فصل الصيف فصل الخير؟ لأنه موسم القطاف ونجمع فيه الثمرة. أحسنتم. 5. أين يطيب لنا السهر؟ أين يطيب لنا السهر؟ يطيب لنا السهر في ضوء القمر. أحسنتم، في ضوء القمر. نعم، أنتم أبطال يا حلوين.